ترفيه تقدمه الشرطة التركية كنوع من التشجيع على بقاء الناس في بيوتهم في مدينة أذن التركية، حرصا على عدم تفشي فيروس كورونا الذي يحصد اقتصاديا الأخضر واليابس. لكن الغناء لا يكفي الناس المتضررة نتيجة توقف أعمالها في تركيا بسبب الحجر الصحي والإجراءات التي فرضتها السلطات التركية وكبلت الأسواق بكل قطاعاتها وخاصة الخدمية منها، الأمر الذي أدى إلى فقدان كثير من السوريين لأعمالهم وزيادة الأعباء عليهم من تراكم لدفع إيجار منازلهم والفواتير المترتبة عليهم. ببداية تفشي وباء الكورونا كان في نوع من الاستهتار، حاليا يعني مع يعني معالجة المسألة بشكل كتير كبير بوسائل التواصل الاجتماعي بلش الوعي يزداد عند السوريين، ولكن يعني جدير بالذكر يعني بالنسبة للكورونا السوريين يعني أخذينه بشكل من عدم الجدية، لأنه للأسف يعني السوريين يعني عايشوا جميع أنواع الموت. تزداد الإجراءات الوقائية التي تتخذها تركيا يوما بعد آخر مع ارتفاع حالة الإصابة بالفيروس، الأمر الذي يطيل من تدابير الحجر الصحي والتفكير بشكل احترازي بخطة حظر التجول في مدة لا تقل عن أسبوعين للسيطرة على المرض بشكل أكبر بحسب تصريحات اللجنة العلمية في وزارة الداخلية التركية، والتي ربما تنذر بمضاعفة الأعباء على اللاجئين السوريين المقيمين فيها. الحجر الصحي في بلد يوجد فيه فيروس كورونا ضروري للحد من انتشاره، لكنه أشد وطأة على السوريين لما يحمل معه من تعطيل لأعمالهم والبحث عن دخل بأسلوب آخر. لكن هل يفيد العمال وأصحاب الأعمال الخدمية بعيدا عن التصفيق؟